إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وَلِتَطْمَئِنَّ
دام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا صدق الله العظيم.